أشار مؤسس الشركة العسكرية الخاصة فاغنر يافغيني بريغوجين إلى أن طول أمد معركة باخموت تعطي ميزة للقوات الروسية، مشددا على أنه يتم طحن الجيش الأوكراني في المدينة التي تشهد معركة طاحنة منذ نحو 8 أشهر، وإلى أن السيطرة على المدينة لن يعجل الانتصار على أوكرانيا. وقال بريغوجين إن استمرار المعركة الدائرة من أجل السيطرة على باخموت مفيدة للغاية للقوات الروسية.